أويظنون أننا سوف تأخذنا بهم شفقة أو رحمة بعد أن سبوا آلهتنا؟ جرؤ محمد على أن يقول لا عبيد ويصدقوا. أتصدقون؟ يتساوى العبد بالسيد فيجادله؟ لا، لن نقبل بذلك أبدا. سوف أقطع من لحمهم وأحطم في عظامهم حتى يعودوا عما يقولون. قل يا عمارة إن محمدا يكذب، وأطلق سراحك وأبويك. ما كان نبي الله بكاذب، فهو الحق وعلى حق، والله عز وجل حق، وما من إله غيره. سوف أعذبك يا ابن سمية إلى أن ينجدك إلهك هذا الذي تزعم أنه حق. وأنت يا امرأة، من أين لك بتحملي كل هذا العذاب؟ اكفري بما ليس له وجود، اكفري يا امرأة. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. وأنت أيها الهرم، اكفر بآلهة محمد ولا تكن غبيا كابنك. بل أنت الغبي الذي لا عقل له. أما كنا مرارا أن لا آلهة لمحمد؟ ها، أتسمع يا عمار؟ أأنت عاق لوالدك الشيخ الحكيم؟ اسمع له ولا تكن من هؤلاء الصابئين. إنما هو إله واحد لا شريك له، بيده كل شيء. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. أهم الناس. عجبت بأذبح محمد. كيف لإنسان أن يتحمل كل هذا العذاب؟ ما الذي يرونه ولا تراه يا أبا الحكم؟ ما الذي يقويهم ويشب من أثرهم؟ ما سر عزيمتهم وثباتهم؟ وكيف لا يقوى عليهم الصوت ولا توجعهم حمية النار؟ لماذا إن جاعوا بشبع ونشتد عليهم العطش ارتووا من نبع لا تراه يا أبا الحكم؟ ما كان نبي الله بكاذب، فهو الحق وعلى حق، والله عز وجل حق، وما من إله غيره. إنما هو إله واحد لا شريك له، بيده كل شيء. يا أبا جهل، لا مقبول سوى من شخص يعبد حجرا من دون خالقه، فما من حق أحق مما اتبع ابني. الله أحد، لا إله إلا هو. الله أحد، لا إله إلا هو. محمد رسول الله. الله لا أحد، لا إله إلا هو. محمد رسول الله. لا إله إلا الله.
محمد رسول الله. ما الذي يرونه ولا تراه يا أبا الحكم؟ ما الذي يرونه ولا تراه يا أبا الحكم؟ أحد سيفك وما ألمعه هو شدة بأسه على امرأة عجوز لا تقوى على الحركة يا أبا الحكم، وما أبرده ولينه على أتباع محمد. أيكون سيفك صدأ وخبت شدة لمعته عليه؟ أنا أبا الحكم وسيفي مضرب مثل يا امرأة. أسمع هذا الكلام من فينة إلى أخرى، فخرجت علي أجد منه صدقا. من أنت يا امرأة؟ ردي ردي وإلا قطعت رأسك. مهم جدا أن تعرف من أنا، أم من باب أولى أن تعرف من أنت؟ أنا أبا الحكم. إذن تذكر هذا يا أبا الحكم، ورد استشراء هذا الدين، واكسر شوكته، فما عاد للخدم من ضعف لأسيادهم، وما بقى للعبيد من أسياد، واجعل كل من يتجرأ على دخول دينهم عبرة. كن أبا الحكم، أبا الحكم الذي عاهدناه، أبا الحكم الذي كان ذكر اسمه كفيلا بإلقاء الرعب في قلوب الأسود والضواري. لم أراك من قبل ولا أعلم لك قبيلة، ولم أرى لك زوجا أو ولدا أو أهلا أو من أنت يا امرأة؟ تذكر من أنت، تذكر من أنت، تذكر من أنت. لن أكل من تعذيبكم حتى ترجعون عن ما تقولون. قل يا عمار، قل يا عمار إن هذا ربك. الله أحد، لا إله إلا هو. الله أحد، لا إله إلا هو. الله أحد، لا إله إلا هو. أكوه بالنار علها تعيد له عقله حتى أعود له. ها وأنت يا شمطاء، أما زلت على رأي ابنك المغبول؟ يا أبا جهل، لا مغبول سوى من شخص يعبد حجرا من دون خالقه. لا والله، فما من حق أحق مما اتبع ابني. فيثور أبا جهل على أم عمار حتى أمسك بحربته فطعنها فقتلها،
فكانت أول شهيدة في الإسلام.